السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا مع الهاردوير ديسكريبتيف لانجويجز، وهو عبارة عن مدخل للجانب العملي من المحاضرة، وإن كان هو جانب بسيط بالنسبة للمحاضرة تبعتنا لأنه أغلبها نظري، إلا أنه مدخل هذا بيساعدنا أن نفهم كيف نعمل عمل السيموليشنز والمحاكاة للهاردوير تبع ديجيتال هاردوير. طبعا عن طريق هاي المعلومات اللي هنأخذها اليوم ونتطرق لها بشكل أساسي أو بسيط. يعني بداية إيش معنى HDL اللي هي Hardware Descriptive Language؟ هي عبارة عن إيش، لغة تصف، تعمل وصف للهاردوير. إحنا نعمل ديزايننج للهاردوير هذا أو ديزايننج للهاردوير سيستم، اللي هي طبعا في النهاية هي عبارة عن ديجيتال سيستمز مش أنالوج سيستم، تمام. فبنعمل ديسكرايبنج للهاردوير بشكل تكست والفورم بشكل نصي عشان نوضح الستركتشر تبع الهاردوير، تركيبة الهاردوير، ونوضح ونعطيها نوصف كمان البيهيفير او الفانكشنينج، كيف تعمل هذا، تعمل هذه الدوائر او هذا الهاردوير، والتايمينج تبعها كم حيكون في تايمينج ديلي او بروسيسنج دي تايم وما الى ذلك عن طريق في هذه الدوائر، تمام. ففي عندنا طبعا لغات برمجه الاشهر في برمجه السيموليشن تبع الهاردوير او عشان نعمل ديزاين عن طريق هذا الهاردوير، صممت الهاردوير عندنا لغتين هم ال VHDL وال H وال Verilog أو ال Verilog HDL، تمام. فالهاردوير Descriptive Language اللي بنوصف فيها الدائرة الرقمية، ثم نستطيع عن طريق هذا الوصف إنه ننتج بعدين الدائرة الحاسمه الأساسية اللي حقيقية في التصنيع، يتم برمجتها بهذه اللغتين ابتداء في Simulators، ثم إجراء المحاكاة، ثم بعد ذلك التبسيط إن أمكن التبسيط، طب تمام. وبعد ذلك يتم ايش، ان كان ثبتت دقه المنتج او الاوتبوت، يعني بيطلع لنا زي ما هو مطلوب من الدائره تعمله، فبيكون عمليه التصنيع بعدين جاهزه. وطبعا الهدف من ذلك انه نوفر حالنا مال وقت وراس مال كبير انه نصنع مباشره، قبل ما نكون جربنا ايش اللي بده يطلع معنا ايش من هاي الدوائر. فتجربه في اول سيموليشن، ثم تبدا بعمليه بعدين البروتوتايبنج. البروتوتايبنج يعني نعمل اول منتج اساسي، وهذا المنتج الاساسي يعني او اولي قصدي عشان نفحص فيه احنا ايش، نفحص البيهيفير تبع المنتج بعد عمله طبعا في اول سيموليشن، بعدين منتجنا حقيقي فيزيكالي. إن كان تطابق النتائج مع السيموليشنز بتم بعدين تشغيل خط الإنتاج عشان طلع السيري في الإنتاج لهذا النوع من الدوائر الرقمية حسب اللي إحنا طلب منا نعمله، تمام. توب داون ديزاين فلو، كيف نعمل ديزاين الهاردوير؟ أول حاجة نعمل سبيسيفيكيشن، بنحدد إحنا بالضبط المواصفات المطلوبة، بعدين نخش على موضوع اسمه RTL Design and Simulation. إيش معنى RTL؟ اللي يعني ريجستر ترانسفير ليفل. في الحاله هذه انه بنعمل عمليه ايش، ريجستر ترانسفير، يعني في سيكونشال جيت، يعني في دوائر متتابعه ورا بعض يتم تركيبها مثلا اند اور انفيرت كذا كذا، مجموعه من الدوائر ورا بعض. فالترانسفير لوجيك ليفل في الحاله هذه بيكون هم بوصف هاي الدوائر في تتابعها، نعمل ديزاين لها ونجرب ماذا سيكون الاوتبوت ايش تبع هذه الدوائر، هل هو حصل المطلوب ولا مش مطلوب. نعمل سيموليشن في هالحاله. فادر RTL ترانسفير ليفل هي اول مرحله في عمليه التصميم للايش الهاردوير. بعدين بنعمل ايش، عمليه تحليل للنتائج للسيموليشن اللي عملناه في المرحله هذه. عمليه تحليل النتائج، بنلاقي نتائج مضبوطه زي المطلوب، بنحاول نلاقي الجيت ليفل مينيمايزيشن، بنحول هذا لمصطلح يعني او اكسبريشن من جبر البوليني لما نلاقي انه طبعا النتائج مزبوطة، وبنحاول نبسط الجيت ليفل هان لنعملها مينيمايزيشن عشان نخفف الهاردوير الداخل في هذه الدائرة الرقمية اللي بنعملها بعدين في الانتاج، خط انتاج حقيقي، تمام. وبعدين ننتج في خط الانتاج بنوعين من الانتاج، عندنا الـ ASIC Layout وعندنا الـ FPGA Implementation. الـ ASIC Layout هو عبارة عن Application Specific Integrated Circuits، كان مرة Application Specific Integrated Circuit، سيركت دائرة، وانتجريتد دائرة، دائرة IC يعني Integrated Circuits سيركت اللي هي دائرة متكاملة. أما إيش معنى Application Specific؟ يعني
هي دائره بتكون تنتج فقط من اجل ان تؤدي مهمه محدده، يعني هي سبيسيفيك ابلكيشن بس في تطبيق محدد من هذه الدائره تقوم فيه، فبيطلع من مصنع الدائره تقوم بهذه المهمه تحديدا، يعني مصممه ومصنعه من داخل المصنع بعد ما كان عملنا كل الخطوط الاول السبيسيفيكيشن والسيموليشن والتبسيط وكله جربناه، وبعدين بتطلع من المصنع مصنعه وجاهزه تقوم بمهمه معينه. هذه الدائره مهمتها مهمه خاصه لا تتغير بعدين في الايش عند المستخدم اليوزر يعني. اما الاف بي جي اي فهي جايه او نعملها امبلمنتيشن، فهي عباره عن فيلد بروجرامبل جيت اري، مجموعه من الجيت اريز يعني سلسله من البوابات، بكون هذه يمكن برمجتها هي بروجرامبل وين بالفيلد يعني في المكان العمل، ممكن برمجها الواحد المستخدم يشتريها كقطعه وبرمجها المستخدم، كل مستخدم برمجها ايش على حسب احتياجاته الخاصه، فسموها فيلد بروجرامبل حسب الاحتياجات في الفيلد في المكان اللي بنستخدمها فيه بتم استخدامها هناك برمجتها حسب ايش المطلوب من قبل ايش او حسب احتياج المستخدم اللي اشتراها، تمام؟ فبتصنع بكميات ثم يتم توزيعها بشكل اساسي غير مبرمجه وفي الفيلد في مكان العمل يتم برمجتها عند المستهلكين. وهذا بالمناسبه يعني عمليا ايش جديد مش من زمان، يعني لاحق للاس اس اي سي، مش من زمان كان ممكن واحد يعمل هاردوير يتبرمج في الفيلد حسب احتياجات من المستخدم، تمام؟ طيب نيجي هان على نعمل اشياء مثال بسيط عشان نفهم كيف بصير عمليه المودول ديكلاريشن وما الى ذلك عشان نفهم القصه. عندنا مثلا اكزامبل، عندنا الموديول هذا بده نعرفه اللي هو في عندنا ثلاث مداخل اند انفيرت او نوت يعني، وعندنا الاور. طبعا في عندنا كي ووردز تستخدم في اي موديول عشان نوصف اي سيركت رقميه او دائره رقميه في الـ HDL في الـ Hardware Descriptive Language. عندنا ما يسمى الموديول والإند موديول والإنبوت أوتبوت وير أند أور أند نوت. طبعا هذه الموديول والإند موديول والإنبوت أوتبوت هذه يعني أو خاصة الموديول إند موديول هي مرتبطة بلغة البرمجة اسمها الفيرلوج. الفيرلوج غير الـ VHDL، الـ VHDL حنتعامل معها إحنا في العملية تبعنا، بس الفيرلوج هي بتستخدم موضوع ما يسمى الموديول موديول والإند موديول، تمام؟ جانب الانبوت ادخال اخراج والواير الاسلاك والاور والنوت اللي هي تعترف طبعا تعتبر معروفه بالنسبه للجميع كبوابات منطقيه. طيب نيجي كيف نعمل ديسكريبشن لهذه الدائره؟ هاي لغه مثلا لغه الفيرلوج، هاي عندنا الدائره الفيجر 3.37 اللي هي مثلا في الفيجر 3.37 هذا هو حنصفه في البرنامج هذا. هنا بنعرف الموديول ونعرف موديول فوق، راح نعرف عقبال بالمناسبه تحت كمان ايش اند موديول موديول واند موديول. وسمينا الموديول تبعنا شو سمينا الموديول ايش سمبل سيركت سمبل ايش سيركت، واعطينا له ايش هذول الاي بي سي دي اي عباره عن ايش البارامترز تبعوته اللي حيتعرف عليهم هذا السمبل ايش سيركت، حيتعرف على A B C D E كبارامترز بتعرف زي الفانكشن في الجافا او في السي بلس بلس او غيره عنده فانكشنز كيف برمجها ودوال كيف برمجها في البلوت البرمجه العاديه، فبده هو ايش بياخذ بارامتر A B C D E، تمام؟ حنعرف احنا عندنا اول حاجه الاوتبوت وحنقول ايش الدي اي المخرجات دائما دائره فيها اوتبوت، وحنعرف كمان ايش حنعرف كمان الانبوت الانبوت وهاي اي بي سي، تمام؟ وعندنا الوصلات هذه اللي هي الواير زي ما شايفين نعرفها، وعندنا بناخذ بعدين البوابات المنطقيه بانواعها المختلفه اللي هي الاند والنوت والاور وبنعرفها. الاند عرفها انه هي عباره عن ايش الجيت 1 جي 1 جيت 1 وبتاخذ ايش دبليو الواير، وهذا زي ما شايفين الواير هو الاوتبوت بده يكون انه واير، وبعدين المدخلات الانبوت A و B فبدخل A and B وبطلعها ايش على الواير 1. النوت بطلع الاي ودخل ايش السي الانبوت تبعه السي وبطلع لنا ايش الاي اوتبوت، والاور حيدخل عندنا الدبليو الواير 1 زائد الاي مدخل اي وحيطلع لنا على المخرجات ايش على الاوتبوت عندنا الدي. لاحظ هان نفس الموضوع عندنا هاي الدبليو دخلت على الجي
مع ايش؟ مع السي انفرتد لهذه حيطلع عندنا الدي، الاوتبوت دي هاي الاوتبوت دي هنا، وعندنا اخذ الواير 1 ايش والاي، الاي اللي هي جاي سي انفرتد تمام، هي نفسها من هان الوصله هاي بتودي هنا وتودي هنا تمام. وحنلاحظ كمان انه عندنا الاند ماخذ الواير 1 والاي بي، قلنا قبل شويه هاي الاي بي هاي ماخذ، طلع عندنا الاند هنا حتروح على ايش؟ على الجي 3 اللي هي الاور، اللي هي بيطلع عندنا واير 1 اور ايش؟ اي جاي من الانفرتد سي اللي هي هنا تمام، هي السي عندنا موجوده هنا تمام. فهيك الوصف تبعها. والجي 3 اللي هي الاور ايش؟ من نوع اور، من نوع اور عرفناها، تاخذ ايش؟ اللي هي الواير 1 والاي انبوت بتطلع الدي تمام. فهيك وصفنا بالضبط هاي الدائره، وصفناها ديسكريبتيف بلغه برمجه الايش؟ عن طريق الفيرلوج تمام. هاي وضحنا هيك الفكره، والفيرلوج هذا بودي الهان حسب الاي تريبل اي 64 او 65 سنتكس تبعت الفيرلوج لانجوج. الفيرلوج زي ما شايفين هو اقرب الى لغات الجافا يعني، واللغات البرمجه الاوبجكت اورينتد في عمليه انستنسيشن بسموها، اللي يعني بعمل من نوع الاند وبعمل من نوع النط وبعمل من نوع الاور بوابات وبستخدمها عندي يعني، ففي الانستنسيشن موجود انه بديش انا اعمل زي كلاس وسب كلاس، بعمل كلاس اوت كار وبعدين بعمل 1000 نوع كار بس بغير اللون والسيارة والموديل والسنه وما الى ذلك. فهي اند اور بس بغير البوابات والمداخل والمخارج تبعتها في الفيرلوج. للاسف فيش فيرلوج كومبايلر او يعني برمجاني او للطلاب نستخدمه بسهوله ونعمل توتوريال عليه ونمشي فيه، فبنستخدم ال في اتش تي ال، لقيت شيء فيه، لقيت له كومبايلر اسمه اللي نزلناه مع بعض تبع الايش الخاص بالطلاب وبدون تكلفه ماليه يعني مجانا تمام. نعمل هان الجيت ديسبلاي، كيف بيطلع شكل البوابه؟ عندنا هاي الاوتبوت وعندنا هاي الانبوت تبع البوابه، زي ما بتعرفين عندنا الانبوت اي بي سي والاوتبوت هو ايش؟ الاي دبليو دي تمام. عندنا الانيشال تشينج، في عندنا هان التوقيت الزمني، في عندنا التايم سكيل في 1 نانو سكند على 100 بيكو سكند التوقيت تبعنا، هاي التوقيت هان. وعندنا المداخل انبوت 0 0 0 وباقي المداخل عندنا 1 1 1 زي ما انتم شايفين، وبناء على ذلك بيطلع عندنا الاوتبوت للاي والواير 1 والدي كما هو هنا 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 حسب ما هو عندنا في المدخل اي بي سي، وحسب طبعا التايم ديلي الموجود عندنا هنا، ها فيش ديلي ها فيش ديلي، لكن في انيشال تشينجز يعني بنزل عندنا 10 ملي سكند 10 نانو سكند عفوا 20 نانو سكند 30 نانو سكند 40 نانو سكند في التغيير. المهم عندنا هاي الجيت ليفل ديسكربشن وذ بروباجيشن ديليز فور سيركت، هذا غيرنا الان احنا ايش عمليه انه نعمل زودنا على الدائره توصيف تبعها، انه في عندنا بروباجيشن ديلي. البروباجيشن ديلي هذا ايش يعني؟ البروباجيشن ديلي يعني انه احنا يعني بنعمل عمليه ايش؟ تاخير زمني للاشاره لما اصل على الطرف الاخر، سواء على البوابه من الجهه الثانيه او في الواير او ما الى ذلك، فاسمه بروباجيشن ديليز. فعندنا مثلا في الاند اعطينا الاند تاخذ 30 نانو سكند ديلي، والنوت تاخذ 110 وهي تاخذ 20، فكيف عرفناها؟ بالطريقه هذه. تلاحظوا هان انه بس غيرنا هان اسم الدائره، حطيناها زياده ديلي ديلي، لكن نفس المداخيل نفسها. نرجع بعدين لورا بنلاقي عندنا مكتوب هان سمبل سيركت اي بي سي دي اي، مظبوط. هنلاقي عندنا هان ايش؟ سمبل سيركت بس فيها بروباجيشن ديلي زياده، لكن اي بي سي دي اي نفس الشغله. عندنا الاوتبوت او اي انبوت اي بي سي واير اللي هي كانوا من نوع الواير، هنلاقي نفس الموضوع عندنا هان اوتبوت انبوت واير دي اي اي بي سي دبليو. غيرنا بس هنا هذولا اللي هم ايش في الاند نوت اور البوابات، اعطيناهم ايش؟ بروباجيشن تايم عشان الفتره الزمنيه اللي بستهلكها حتى تخرج ايش؟ الاوتبوت على الجهه الثانيه تمام. هنلاقي عندنا هان هي اند اور نوت، بس فيش عندنا هان قبلهم كان فيش زي ما نقول فاضي المكان تمام. هذه هي اوكي. تيست بنش اوف سيموليتنج سيركت
with delay. هلقيت نيجي بعد ما فهمنا النقطة هذه انه كيف بس عم تتم delay للجيت، نيجي على النقطة اللي بعديها اللي هي تعمل test bench for simulating the circuit delays. يعني هي القصة هان انه احنا بنعمل ايش؟ instantiation name required، بمعنى نعمل instantiation في من الداتا اللي عملناها قبل شوية. نعمل test bench لل simple circuit propagation delay. بنعرف الموديول تي سمبل سيركت بروباجيشن ديلي، موديول تي هيك سميناه، حطينا الواير دي اي والاي بي سي، طبعا هان شوف عيان صار عندنا اثنين واير اللي هو الدي والاي والريجسترز والريج اي بي سي. هان شفت كيف بنعرف سمبل سيركت بروباجيشن ديلي ام، وبعدين مسميها ايش؟ ام واحد زي ما انتم ملاحظين، مسميناها ايش؟ سميناها هان ايش؟ ام 1 ام ايش 1 لاحظ هان سميناها ايش ام 1. لما لو رجعنا لورا خطوتين بنلاقي عندنا سمبل سيركت بروباجيشن ديلي فقط، هان صار سمبل سيركت بروباجيشن ديلي، وبعدين عملنا فراغ سميناها ام 1 وبعدين فتحنا الاقواس واعطيناها نفس الايش؟ اعطيناها نفس المتغيرات اي بي سي دي اي نفس الشيء تمام. وهان بالضبط في الجافا لما نكون نعرف كلاس كار امبلوي موظف او ستودنت او غيره، ونطلع منه من الكلاس هذه تايبس تمام، اللي هي ايش؟ انستنت من الكلاس، والانستنت هذا اللي عملناه بيكون من نوع الكلاس كار او ستودنت او كذا، بياخذ نفس الاتريبيوتس تبعوته او نفس البارامترز تبعونه اللي هو مثلا رقم الوظيفي، رقم الهويه، لون السيارة، نوع السيارة، موتور، ما إلى ذلك، تمام؟ فهذه البرامج اللي عندنا الـ ABCDE اللي كنا بنفسها مستخدمة قبل شوية، بس هان بصير ايش هو؟ بعمل انستاليشن للانستنس هذا، وهان بنهي الانستاليشن بعد ايش؟ بعد 200 ملي سكند، وبعمل فينش دولار ساين فينش للانستنس كله، وعند البيجن وعندنا هان اند، وفي النص بعرف عندنا ايش المدخل، بنقول له الـ A بتساوي 1 عند داش بي 0 والبي بي سي 1 داش بي 0 والسي بيبدا عند ايش البي 0 كالوقت في الوقت في التيبل عندنا معرف 0 0 0 كله، يعني هان كله ماخذ 0 0 0 لعند الاي والبي والسي، وبنهي لما يصير عندنا ايش اي بي 1 1. شفتوا كيف هان صار عندنا السي والبي والاي ايش مالهم ماخذين 1 1 1 بعد ما كانوا عندنا هان اي والبي والسي كانوا 0 صفر صفر. لو مرقنا على ال لو عملنا رن للسيموليشن هذا حيكون كالطريقه هذه، عندنا الانبوت اي بي سي وعندنا الاوتبوت الدي والاي مظبوط يعني تمام. حنلاقي عندنا الاي بي سي زي ما هو حسب الدائره قبل شويه، عندنا الاي بي سي هي المداخل تمام، وعندنا ايش الدي والاي المخارج 100%. حنروح على الـ على الـ على التمثيل تبع الدائره هذه الان لما عملها رننج دي والاي، زي ما انتم شايفين قال لك اي بي سي حظله ماشي عندنا قيمه ايش؟ ما صفر تمام، على ايش؟ على طول طول عندي يعمل ديلي لقديش؟ ليعمل ديلي على 100 ايش؟ ملي سكند 100 ايش؟ ملي سكند. شايفين هيها حيمشي او نانو سكند عفوا، حيظله ماشي لعندي الهان على الصفر تمام اصفار تمام. عندنا ما احنا عارفين انه في الدائره انه الدائره عندنا اور، هذول طبعا هو اصفار كله بيطلع عندنا اي بي سي حيطلع عندنا مباشره ايش؟ ايش؟ ما دام الاي والبي اخذت الاند حضر الناتج عندنا في الايش؟ في الدي ايش نوعه؟ نرجع نرجع ورا هاي الدي حيطلع الواير 1 حيطلع دائما صفر، الدي ايش محسوب عندنا؟ هاي مش ما في التيبل على العموم، بس حسب التيبل قبل شويه لما كان عندنا كله هان اصفار بيطلع الناتج عندنا الاي بيساوي ايش؟ صفر، والاس دي اي بتساوي 1 والدي بتساوي 1. بغض النظر نيجي هنا حنلاقي عندنا الدي صار عندنا 1 حسب التيبل لعند الهان، والاي بتساوي ايش؟ 1 تمام لعند الهان. بس برضه مش ناسيين احنا نلاحظ كمان تمام انه في عندنا هان شيء غير مختلف في المنطقه هذه مختلفه، وهان في شيء مربع، هذا شو هو؟ هذا هو التايم ديلي. لو رجعنا على التايم ديلي اللي عرفناه مش في البرنامج اللي هو تيست بنش تبعنا، وانما في الانستنت في الكلاس نفسه اللي عرفنا فيها السيركت تبعتنا، عرفنا فيها انه الان لها 30 ايش نانو سكند ديلي، والنط 10
والاور 20، حنلاقي انه فيها فعلا كانت 30 نانو سكند تاخير على الدي، وفي عندنا لان الدي هي عباره جاي ايش في الاخر بعديهم، تمام اللي هنا طبعا هي عندك كان عد الجي، وعندك كمان ايش الجيت عد عن الاور والان قديش في عندهم تاخير مع بعض. هنلاقي عندنا الان والاور عند 50 ايش نانو سكند، والنط بحدا 10 كمان، فانت تعد بتلاقي هان في تاخير بالكميه ايش الاشاره هاي دي. وعندنا نفس الموضوع بالنسبه لمين؟ للاي اللي هو على جهه الانفيرتد، بس باخذ 10 تاخير لانه الاي مخرج على مين؟ على الانفيرتد اي، تمام؟ الاي زي ما شفنا قبل شويه هي هنا جايه هي الاي مخرج هان، وهان باخذ بس 10 نانو سكند تاخير، فالاي في الاخر بس 10 نانو سكند، تمام؟ اوكي. فانتهى بتلاقي 10 نانو سكند جايها 10 20 كذا، الترتيبات تاعت الدائره اللي ركبناها هنا موجوده هنا 100%. اذا بنلاقي في انها تاخير، نفس التاخير هذا هو اللي جاي هنا كمان مره وجاي هنا كمان مره تاخير، بعد ما ضيعت الاشاره قلبت حسب التعريف تبعنا من صفر صارت عندنا واحد واحد واحد، تمام؟ انقلبت صار عندنا واحد فوق، لكن دي تاخر قديش؟ تاخر نفس الفتره الزمنيه هان تايم ديلي صار عندنا، وهان على الاي تاخر كمان مره الاشاره نفس الفتره الزمنيه تاخرت على التايم ديلي المطلوب. تمام، وحنلاحظ احنا انه في نقطه معينه بتلاقي انه الدي نزل او طلع كمان مره، متى صارت الايش المخرج تبع الدي بيساوي صفر؟ في حاله واحده لما كان عندنا الاي ومخرج الان بدينا اصفار، لانه عندنا الاي الدي مخرج ايش لاور او ايش الدي عندنا هان هيها دي جامل اور، تمام اور، ولما يكون عندنا متى بيطلع الجواب ان الدي صفر؟ لما يكون عندنا ال اس الاي اللي هي انفيرتد سي ومخرج الجي 1 اللي هي دبليو 1 اللي هي الاي ان بي برضه اصفار، فبيطلع عندنا نتجه عندنا اصفار. لاحظ التيبل حنلاقي عندنا بيطلع عندنا متى اصفار في الحاله هذه فقط، في الحاله هذه فقط الواير معطينا واحد مظبوط، لكن الاي مدينا ايش؟ مدينا صفر صفر. طبعا بنلاحظ هان انه الموضوع هذا جاي بسبب انه في تاخير في التايم ديلي، نزل الاصفار هذه نزلت تحت كام مره؟ طلع عندها صفر، تمام؟ بسبب الديلي، لانه هو مستحيل يكون عندنا اور ويعطينا اصفار، لكن ليش اعطانا اصفار؟ لانه في عندنا تايم ديلي، تمام؟ تايم ايش؟ ديلي، اخذ الاشاره طالعه من الدي قمه القدر اخذ الاشاره، تمام؟ صار نزل وبالضبط على قد التايم ديلي كم مره بعد تاخيره كم مره كم مره على الواحده 100%. أرجو تكون النقطة هذه فهمت كيف عملنا سيموليشن، تبعنا التايم لاين تبع الموضوع، كل هذا الموضوع بس عشان نقرب للفهم كيف ممكن نعمل سيموليشن لهي الدائرة منطقية يعني رقمية، ونفهم عن طريقة كيف انه نعمل كيف البيهيفير أو طريقة عمل الدوائر من جوا عن طريق السيموليشن ومراقبة الخطوط هذه لما نعمل الدائرة وما إلى ذلك. هذا اللي حاب يتبحر بعدين في الموضوع، حناخذ في المحاضرة هذه أساسيات للموضوع هذا حنقيمه بشكل اساسيات يعني اللي فهمناه، بس مش حنتبحر بشكل كبير انه اصلا فيش امكانيه متاحه، انه هذا لحاله بده الفي اتش ديل والفيرلوج بده محاضرات او تنتهي لحاله يعني فصل كامل مش لحاله يعني جزء من الماده، لانه احنا بنعرف في المساق يعني. تمام، نخش هان البولين اكسبريشن فور سيركت الفيجر 337، بنلاقي عندنا الفيجر اللي هو كان 337 جاي هنا شايفينه، وين كان 337؟ على العموم احنا نيجي على الاساين دي، هذه لاحقا ان شاء الله فهمتها قيل. الاساين دي هذه بتساوي اي ان بي او هذه ها في الفيرلوج يعني او الشحطه هذه واللي عندها ليش اللي هي الشحطه اللي الهمزه الممتده هذه تاعت النط يعني نط سي، فبقول هان اساين دي حعرف دي الاوتبوت دي بتساوي A and B أو not C. هذا عملناها بالحالة هذه، احنا عرفنا ايش؟ عملنا assigning لايش؟ لايش؟ لبولين اكسبريشن، بولين اكسبريشن للفيجر الموجود في 337، فعملنا assigning له للاكسبريشن هذا انه D اللي هي الاوتبوت عندنا بتساوي ال A and B أو not C. فعندنا هاي البولين اكسبريشن تبعتنا،
بتساوي اي اي زائد بي سي زائد بي داش سي، بعدين اف بتساوي بي داش سي زائد بي سي داش دي داش، تمام. وبالتالي الاتش دي ال اكزامبل بتساوي يعني هي موصوفه في المثلين. فعندنا هنا اول اكسبريشن اللي هو الاي بتساوي اي زائد بي سي زائد بي داش دي، والاف بتساوي بي داش سي زائد بي سي دي داش. هنشوف كيف الان توصفهم في السلايد الجاي في الفيرلوج. طبعا عندنا الاكزامبل هذا كومبينيشنال لوجيك موديل وذ بولين اكويشنز، يعني بولين اكويشنز يعني معادلات جبر بوليني. هنعرف السيركت اللي هم سي ان اي، سي ان اي اللي هو هان عندك سي اي، تمام. وعندنا الاوتبوت، عندنا الاي والاف اوتبوتس والانبوت، كل هذه المداخيل اي بي سي. طبعا هنعمل اسايننج، شايف اسايننج للاكسبريشن اي بتساوي هذه اللي هي ايش كانت اول واحده، اي بتساوي اي زائد بي زائد بي سي زائد بي داش دي. هنقول انه اي اور بي اند سي اور نوت بي ايش نوت بي ذا اور نوت بي قصدي ايش اند دي. هنلاقي بظبطه بيك، هي اي بتساوي اي اي اور اللي هي شايفين كيف الاور كتب معنا هو، هنلاقي عندنا هاي اور معلم عليها اور، وهي كمان مره اور اللي هي الزائد، كانت هي زائد عندنا وهان كمان زائد، وهان النط اللي هي ايش عملها اللي هي نط بي، تمام نط بي. والباقي اي اور بي اند سي اور نط بي اند دي. هاي الاكسبريشن الاول يعني اللي هو اللي كان اسمه اي. طب الاكسبريشن اللي اسمه اف كيف عمل فيه؟ نط بي هاي نط بي اند سي or b and not c and not d اللي هي ثاني واحده اللي هنا b not b and c or b and not c and and not d، تمام اللي هي هنا، تمام. فهذه وبعدين موديول فتحناها، الموديول بدا هنا وبخلص الاند موديول هنا. عملنا ديسكريبشن للكومبينيشن لوجيك موديل بطريقه ايش الفيرلوج كمصطلح جبر بوليني، عبرنا عنه بلغة الايش البرلوج البرمجي، تمام. وعملنا اساينينج للاي والاف. طبعا لاحظتوا ان اساينينج بيكون دائما لمين؟ للاوتبوت الاخراج، اوتبوت اي اف، تمام. قواعد عامة لموضوع نعمل ديفينيشن لاي اي بولين اكسبريشن عن طريق البرلوج لانجوج البرلوج. طبعا فبيجي عندنا اول حاجة this declared with كي بريمتيفز، يعني تعريف بالكي بريمتيفز. الكي بريمتيفز هي اللي هي ايش زي الاوتبوت انبوت، هذه ديكلاريشن تبعتها. نعمل ديكليرنج للبورتات انبوت اوتبوت وما الى ذلك زي ما شفنا انبوت او الموديول او نعمل اي شيء ثاني. فبنعمل هذا ديكلاريشن للايش، بعدين بعد الكي وورد بنسمي ايش النيم او الايش البورت ليست، يعني اوتبوت معين او النيم للموديول او ما الى ذلك، تمام. زي هنا كنا نقول output مثلا اي والاف او البورت يعني والانبوت اللي بورت اي بي سي دي، تمام. فبنشتغلهم there can be ثاني حاجه او ثالث حاجه there can be اي number of inputs، ممكن يكون عدد لا نهائي من الانبوتس، تمام. the order in which they are listed in the input declaration must confirm with the order in which they are given the value in the table that follows. بمعنى لو عملنا تيبل وعملنا تعريف للانبوتات لازم يكون ترتيب المتغيرات في الانبوتس يكون نفس الترتيب اللي جاي في التيبل اللي هنعملها لاحقا. في كمان شويه يو دي بي هان يوزر ديفايند بريمتيف، هان مثال كدائره اسمها يوزر ديفايند بريمتيف يو دي بي. مثال حنبين كيف نرتب تيبل وعن طريق التيبل هاي نحدد شكل الدائرة تبعتنا، تمام. طيب the truth table is enclosed with the keywords table والend table طبعا نعملها عشان نعمل table تبعتنا. the values of the inputs are listed in order ending with the colon، يعني عمليا نحط نتفق بعض، وبعد ما خلص التعريف له اسمه الـ output always last entry الرو ونحطه في اخر التيبل، نحط دائما ايش سيما كولون في اخر التيبل بعد الايش الاوتبوت، تمام. المهم فعندنا دائما لازم يكون عندنا ايش انبوت مرتبات
طريقه في عند تعريفهم نعملهم ديكلاريشن في المتغيرات او فوق بعد الـ بعد الكي ووردز لكون نفس الترتيب اللي جاي بعدين في التيبل. اللهم انه ايش عشان نحافظ على ايش الترتيب تبعهم. المهم اوكي الديكلاريشن اوف يو دي بي اندز وذ كي وورد اند بريمتيف عشان نخلص البريمتيف تبعها عشان بالمثال يتضح المقال بنخش على الموضوع هذا. بس اهم شيء نفهم كمان لما نعرف عندنا هان اي مصطلح لازم يكون عندنا ايش سنجل ايش اوتبوت، يعني في الاكسبريشنز في عندنا بس اوتبوت واحد اي اف اي او اف او سي. يعني ممكن اعبر هان نحط اكثر من اوتبوت اي والاف وسي ودي وكذا، لكن لما نعرف هان تحت عندنا الاكسبريشن بيكونوا بس يحتمل فقط ايش اوتبوت واحد يا اما يا اي يا اف يا حسب المتعرفات فوق. تمام عارفين فوق عشان ما ننساش الموضوع هذا. بس طيب هان نيجي ديكلاريشن للسيركت وذ يو دي بي اللي هي يوزر ديفايند بريمتيفز 02467 معنا من المتغيرات عندنا اي اف اي بي سي دي. هنلاقي التغيير هان عرفناها بالطريقه هذه بريمتيف بديناها بريمتيف يو دي بي 02467 عشان اعرف التيبل هان الفيلوج موديل يوزر ديفايند بريمتيفز. عرفنا بريمتيف يو دي بي هنا وهان عرفنا ايش الاند بريمتيف. تمام هنعرف طبعا الاوتبوت دي والانبوت اي بي سي دي. انا الاوتبوت حلقناها يوم موجود هنا في اخر ايش طبعا والانبوتات اللي هي الاي بي سي. تمام وهان طبعا بدينا عشان نعرف نعمل هان تروث تيبل فور دي حيث ان دي بتساوي الفانكشن من مين اي بي سي هي مدخلات وبتطلع لنا سم اوف ايش سم اوف من تيرمز. يعني وين بيطلع لنا ايش مع سم اوف من تيرمز؟ يعني بيطلع لنا وين هاي معطينا وين بيطلع عنا واحد في الاوتبوت واحد مش صفر sum of min terms. تمام وهي عشان نعرف التيبل مضبوط نكتب عن تيبل ونهان end table table وايش end table هيا table و end table. تمام end table اوكي table و end table اوكي. هنلاقي عنا معرف انها 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 عندي 1 1 1 هاي التيبل كلها معرف. تمام وعندنا الاوتبوت معطينا اياه هو من عندنا sum of ايش من terms اول 0 جاي عند اول 1 جاي عند الصفر مظبوط وبعدين ثاني 0 جاي عند 2 0 1 هاي 2 ها وثالث 0 جاي عند 4 0 1 2 3 هاي 4 ورابع صفر جاي عند الستة صفر هاي أربعة خمسة هاي ستة والخامس جاي عند السبعة هيك عرفنا التيبل. طبعا زي ما انتم لاحظتوا قبل شوية انه بعد ما خلص من الانبوتس بختمها بايش بالاشارة نقطتين فوق بعض. تمام زي ما حكينا قبل شوية وبينهي كل سطر بايش بسيمو كولون سيمو كولون زي ما انتم ملاحظين. تمام هاي سيمو كولون شايفينه كيف اللي هو ايش زي ما انتم شايفين كيف كانت هنا السيموكولون. طيب نيجي على هنلاقي عندنا ها شايفين كيف هان سيموكولون وهان جاي عندنا ايش نرجع عليهم ونشوقهم بالضبط. حيقول لك كان ايش the values for inputs are listed in order بتطلبوا بالترتيب حط الانبوتس A B C حسب ترتيبهم في الديكلاريشن فوق تبعنا. اول حاجة زي ما انتم ملاحظين عرفناهم هان A B C عرفناهم برضو هنا A B C زي ما انتم ملاحظ صح A B C نفس الترتيب صح A B C A B C وبعدين followed by ايش double point اللي هي ايش الاشارة هذه. تمام بعدين listed in order ending with ايش ending with ايش معناته with ايش a colon اللي هي نقطة في بعض التاب. تمام the output is always the last entry in the row ال output بيكون آخر entry في الايش في السطر كله. تمام آخر واحد ال output عندنا وبينتهي بايش بعلامة semicolon. تمام ending with ايش ending with a semicolon هيو شايفين كيف ending with a semicolon 100% هذا ترتيب التاب كيف بيكون فيه. تمام اوكي هيك احنا وضحنا ان شاء الله كيف يكون تم ادخال تيبل عن طريق لغه الايش الفيرلوج. فيرلوج موديل يوزر بديفايند بريمتيفز وعندنا بريمتيفز يو دي بي هي كذا كذا عرفناها المدخلات
عندنا output اللي هو الدي output والاي بي سي المخرجات، وهيك الترتيب بكون التيبل تبعنا. تمام، هيك عرفنا كيف تعملت التيبل والاند تيبل تبعتنا، هي التيبل والاند تيبل. اوكي، تيبل اند تيبل، وكيف تعرف في داخلها بالطريقه هذه بالضبط. وهي كله من هذا الكومنت. هان طبعا معروف ان فيرلوك بعد ايش حاطينه زي السي بلس بلس والسي، اي ايش حاطينه ورا بعض، بس هذول بيعملوا ايش وراهم كومنت، بيكون تعليقات عشان نوضح الكود البرمجه ونفهم فيه. يعني هنا برضه هذا عباره عن ايش كومنت، هذا كمان كومنت، اوكي، وهذا برضه كمان كومنت. اوكي نيجي هنا على الانستنت بريمتيفز. اوكي، نيجي على الانستنت بريمتيفز، هذا الانستنت انستنتيشن من الانستنتشيت، يعني نستنسخ من الكلاس زي الجافا، يعني دائره خاصه. فبنلاقي عندنا مثلا موديول سيركت وذ يو دي بي، هذا نفسه اللي فوق عرفناه، الموديول تبعنا الاوتبوت هو الاي والاف والانبوت الاي بي سي. بنعرف واحد جديد اسمه يو دي بي، نفس من تبع اللي فوق اللي هو 0274 0267. تمام، هي عرفنا اخذناه هنا، واعطنا المدخلات الاي بي سي. تمام، اعطنا التغيرات هذه، فهيك عملنا عمليه انستنتيشن او استنسخنا من نوعيه اليو دي بي هذا اللي هو واحد ثاني، واعطيناه متغيرات او بارامتر جداد اللي هم الاي بي سي. واخذنا الاند بتساوي الاف اي دي، زي ما بنستنسخ من نوعيه الاند زي ما في الكلاسز تبعت الجافا، اخذنا من نوع الاند الاف اي دي. طبعا الاف الاوتبوت والاي والدي الانبوت، والاي اي بي سي هم عباره عن الايش الاي اللي هم عباره عن ايش بارامتر تبعات اليو دي بي 0.2467. تمام، فهي عملت انستنتيشن بريمتيفز، يعني عملت انستنساخ للبريمتيفز، هي الاشياء الاساسيه او الدوائر الاساسيه، نعملها استنساخ منها دوائر داخل دوائر ثانيه. تمام، او نعمل استنساخ دوائر منها نستخدمها في امور ثانيه، لما زي ما بصير في الجافا نستنسخ كلاس وندخلها في داخل كلاس ثانيه او نربطها في كلاس ثانيه. تمام، فبيطلع عندنا النتيجه هي اليو دي بي 02467، عندنا الاي بي سي كم انبوتس والدي كمان كانبوت ثاني، وعندنا المخرجات اللي هي الدي والاي. زي ما شايفين عندنا ايش التيبل تبعتنا الاي بي سي اللي هي اي بي سي، زي ما شايفين هنا اي بي سي، وعندنا كمان ايش اللي هي الاند جايه مع الاف اي دي. كيف جاي الاف اي دي؟ عندنا الاي هي جايه هنا، هاي الاي اللي هي نفسها الاي المخرج تبعنا هان اي، وهي الاف الاوتبوت جاي مع مين؟ مع الدي. فالاف جاي ايش؟ اي اللي هي هان اي نفسها، هي نفس الاشاره اي جاي منها خط على الاف، فبيطلع اي ان دي، اي ان دي بيطلع عندنا الاف زي ما شايفين، اي ان دي بيطلع الاف لانه هذه اند الاوتبوت في الاول، واليو دي بي كذا اللي هي اي اف اي اي قصدي بي سي زي ما احنا شفناها من الاول حسب التيبل، اي ان اللي هي ايش اي بي سي المدخلات والدي هي المخرج زي ما عارفين. بيطلع عنها في الحاله هذه الاي هي عباره عن ايش الاوتبوت. لاحظ هان هتلاقي عندك اي بي سي مدخلات، هم هذول الثلاثه مدخلات انترز، وعندنا الاي هي عباره عن ايش الاوتبوت، أو عن عبارة عن الأوتبوت. فنلاقي عندنا هان جاي الإي هيها، وهان عندنا المدخلات اللي أي بي سي. تمام، دخلناها كلها إيش على الإف، وهان تم تمثيل الدائرة تبعتنا اللي تو كنا نحكي عنها من 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 كود برمجي بلغة الفيرلوج. وصفنا الدائرة كاملة اللي هي كان هي وصفها الحقيقي لو عملناها توصيل كدائرة رقمية متكاملة. تمام،
هذا بالنسبة كيف أننا نستخدم الفيرلوج في التشبيه وتقريب لفهم أنه نستخدم الفيرلوج أو لغة برمجة كلغة من اللغات برمجة الـ HDL للسيموليشن للهاردوير في مجال عمل هو سيموليشنز ومحاكاة في خطوة أولية لإنتاج دوائر رقمية متكاملة. هذا بالنسبة للوحدة الثالثة كلها أنجزناها الحمد لله، وهذا بكون مدخل كمان للجانب العملي. إن شاء الله حنبدأ بالمحاضرة الجاية بشكل متوازي، نكمل في الناحية النظرية ونعمل بعض الأمثلة البسيطة باستخدام لغة الـ HTML في HTML على شو اسمه لغة الـ HTML على موضوع لغة الـ Hardware Descriptive Language لتوصيف توصيف وتطوير ايش الدوائر الرقمية. تمام، بارك الله فيكم على حسن الاستماع، وإن شاء الله نراكم على خير، ويعطيكم ألف عافية وإلى اللقاء.